أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة ثالثة من هواية الفلك في 10 دقائق. سوف نتحدث في هذه الحلقة عن أنواع التلسكوبات الموجودة وكيفية الاختيار بين هذه الأنواع المتعددة. يمكن استخدام التلسكوب بطريقتين رئيسيتين في هواية الفلك. الطريقة الأولى هي طريقة النظر بالعين من خلال العدسة العينية للتلسكوب، وهذا يوفر متعة كبيرة لرؤية الأجرام السماوية بصورة مباشرة. وهنالك العديد من أنواع التلسكوبات اللي ممكن استخدامها، ولكن ما ينصح به للابتداء بهذه العملية هو استخدام ما يسمى بـ Alt Azimuth Telescope Dobsonian Telescope، والذي يتكون من مرأتين. المرأة الأولى هي مرأة مقعرة، والمرأة الثانية مرأة مسطحة. تقوم المرأة المقعرة بعكس وتكبير الضياء، وثم تقوم المرأة المسطحة بعكس الصورة المكبرة للجرم السماوي ونقلها إلى العين من خلال العدسة العينية، وهذا ما يسمى أيضا بالنيوتونيان تلسكوب. تتمتع هذه الأنواع من التلسكوبات بالسعر المناسب مقارنة بالأنواع الأخرى من التلسكوبات، وأيضا سهولة الاستخدام، ويمكن الحصول على مرآة كبيرة بسعر مناسب نسبيا للتلسكوبات الأخرى، والتي تمكن الراصد من النظر إلى تفاصيل دقيقة وأجرام سماوية بعيدة ذات خفوت كبير، خاصة إذا ذهب الراصد إلى أماكن المظلمة للرصد. ممكن أيضا صناعة هذه التلسكوبات في البيت باستخدام المواد الأولية. ممكن شراء مرايا وتركيبها في البيت على شكل تلسكوب، وممكن أيضا صناعة المرايا من المواد الخام. الطريقة الثانية للاستمتاع بهواية الرصد باستخدام التلسكوب هي عملية التصوير. كما قلنا سابقا، فإن عملية التصوير تحتاج إلى دقة عالية وأدوات متقدمة، ولكن بالرغم من هذا فإن بالإمكان الحصول على صور فلكية مقبولة باستخدام أدوات بسيطة، وسوف نتحدث عن ذلك في حلقات قادمة. التلسكوب يتكون من جزئين رئيسيين. الجزء الأول هو الأوبتيكال تيوب، أو الجزء البصري من التلسكوب، والذي يتكون من العدسات أو المرايا أو مجموعة من العدسات والمرايا مع بعض. الجزء الثاني من التلسكوب هو القاعدة، والتي ممكن أن تكون قاعدة إلكترونية ممكن لها أن تتبع السماء، وأيضا تحتوي على GPS وكمبيوتر مخزن فيه خارطة سماوية ممكن التلسكوب من خلالها تتبع الأجرام السماوية بدقة. والنوع الثاني من القواعد هي القاعدة اليدوية، والتي ممكن استخدام اليد لتحريك التلسكوب بواسطتها لتوجيه التلسكوب لجرم سماوي معين. من الجدير بالذكر أن استخدام الطريقة اليدوية عادة يكون مع استخدام التلسكوب للنظر للسماء بواسطة العدسة العينية وليس بواسطة الكاميرا. إن استخدام الطريقة اليدوية له متعة كبيرة، وخاصة عندما يقضي الشخص وقت للبحث في الخارطة السماوية عن الجرم السماوي وثم توجيه التلسكوب بالنظر إلى السماء، وإن هناك متعة كبيرة عندما يجد الشخص الجرم السماوي باستخدام الطريقة اليدوية. وأنا أنصح بالابتداء بهذه الطريقة للمبتدئين في الاستمتاع بهواية الفلك. Optical tube أو الجزء البصري يتكون إما من العدسات أو من المرايا أو من مجموعة من العدسات والمرايا. النوع الأول من التلسكوبات هو ما يسمى بالرفراكتر أو التلسكوب الكاسر المستخدم للعدسات. باستخدام العدسة فإن التلسكوب يقوم بتركيز الضوء وتجميعه في نقطة هي البؤرة. مشاكل استخدام العدسة هي ما يسمى بالكروماتيك أبريشن أو الحيود اللوني، حيث تقوم العدسة بفصل الألوان إلى نقاط متقاربة، وهذا يحدث تشويش لوني في عملية النظر للجرم السماوي. تم التغلب على هذه المشكلة بإضافة عدسة ثانية مقعرة من الجانبين، وهذا ما يسمى بالأكروماتيك تلسكوب أو أكروماتيك لينز. للحصول على حل مثالي هو إضافة 3 عدسات أو ما يسمى بأبوكروماتيك تريبلت تلسكوب، حيث تقوم هذه العدسات الثلاثة بتجميع الألوان المنفصلة لنقطة واحدة مرة ثانية. نوع الزجاج المستخدم في التلسكوب له تأثير كبير على نوعية وجودة الصورة الملتقطة، وعادة ما يستخدم نوع الزجاج ما يسمى ED أو Extra Low Dispersion Glass. فمن أفضل أنواع التلسكوبات المستخدمة للعدسات في عمليات الرصد والتصوير إذن هي ما تسمى بأبوكروماتيك ED Triplet Telescopes. يلاحظ أيضا أنه في نوع التلسكوب المستخدم للعدسات كلما زاد البعد البؤري زاد طول التلسكوب.
هذا قد يشكل بعض المشاكل في عمليات النقل والحمل ووزن التلسكوب أيضا. يتم التغلب على هذه المشاكل عادة باستخدام كاربون فايبر في صناعة التلسكوب، حيث يتمتع بالوزن الخفيف والصلابة. وأيضا فإن الكاربون فايبر يتمتع بقيمة عالية لا وهي عدم التمدد والتقلص مع اختلاف درجات الحرارة بين الليل والنهار، وهذا مهم للحصول على ثبات للبعد البؤري. بالطبع فإن القطر العدسة أو التلسكوب المستخدم للعدسات كلما زاد فإنه تزداد كمية الضياء التي ممكن الحصول عليها للجرم السماوي، وممكن الحصول على تفاصيل أكثر للأجرام السماوية الخافتة كلما زاد قطر التلسكوب. إن أقل قطر ممكن استخدامه للتلسكوب للنظر للأجرام السماوية الخافتة هو ما يقدر بـ4 إنش للحصول على صورة مقبولة، ولكن الأجرام السماوية الساطعة مثل القمر والكواكب الكبيرة لا يحتاج الناظر إلى قطر كبير للتلسكوب للنظر إليها والاستمتاع بصور مقبولة لها. النوع الثاني من التلسكوبات هو ما يسمى بالتلسكوب العاكس أو المستخدم للمرايا. تتمتع المرايا بسعر إنتاج أقل، ممكن الحصول على مرايا كبيرة بسعر منافس. تتمتع المرايا مشكلة الحيود الكروي، فلو استخدمنا المرآة الكروية فإنها سوف تقوم بتركيز الضوء في نقاط مختلفة. تم التغلب على هذه المشكلة باستخدام البارابوليك ميرور، حيث تقوم بتجميع الضوء في نقطة واحدة. أنواع التلسكوبات العاكسة تنقسم إلى نوعين رئيسيين، النوع الأول هو النيوتونيان تلسكوب والنوع الثاني هو الكاسجرين تلسكوب. النيوتونيان تلسكوب يتكون من عدسة مقعرة تقوم بتجميع الضياء وعكسها، ثم تقوم عدسة مسطحة بعكس الضوء القادم من العدسة المقعرة لتوجيهه لعين الناظر أو لمتحسس الكاميرا. نقطة رئيسية يجب معرفتها هو أن هنالك ما يسمى بالبرايم فوكس والفوكس. البرايم فوكس هو النقطة التي تتجمع فيها الضياء والتي يمكن للمتحسس الكاميرا أخذ الصورة لها، وهي عادة تكون أقرب إلى المرآة من الفوكس العادية التي تستخدم لعملية النظر، والتي تكون عادة أبعد قليلا عن المرآة، والتي تستخدمها العدسة العينية لتثبيت الصورة وتركيزها في العين. هذا أمر مهم في عملية الحصول على نيوتونيان تلسكوب، لأنه يجب أن يكون النيوتونيان تلسكوب مخصص لعمليات التصوير إذا أريد استخدامه للتصوير، وهذا ما يسمى بالأستروغراف نيوتونيان تلسكوب. ممكن استخدام النيوتونيان تلسكوب العادي المستخدم للنظر بالعدسة العينية أيضا للتصوير، ولكن تقريب المرآة من المرآة المسطحة أو باستخدام بارلولينس أو المضاعف ويسمى دبلر أيضا. مشكلة ثانية في النيوتونيان تلسكوب هو ما يسمى بالكوما. مناطق الجرم السماوي القريبة من حافة النظر في الصورة تكون مشوشة قليلا وغير مركزة في نقطة واحدة، ويمكن التغلب على هذه المشكلة باستخدام الكوما ريديوسر، وهي عدسة تقوم بتصحيح هذا الخلل البصري. ممكن أيضا قطع أو التخلص من حوافي الصورة الغير واضحة بدون استخدام الكوما ريديوسر. تتمتع أيضا التلسكوبات النيوتونية عند أخذ الصور لوجود ما يسمى بالديفراكشن سبايك، لوجود ما يسمى بالعنكبوت الذي يقوم بحمل المرآة المسطحة التي تقوم بعكس الصورة إلى العين أو إلى متحسس الكاميرا. تشتهر التلسكوبات الدبسونية وما يسمى دبسونيان تلسكوب لسهولة الاستخدام وسهولة الحمل والتركيب، وهي نوع من أنواع التلسكوبات النيوتونية التي قام جون دابسون بصناعتها لأول مرة، ذلك لتقليل كلفة التلسكوب ولتمكين الهواة من الحصول على التلسكوب بإمكانية مادية أقل. حيث أن الدوبسونيان تلسكوب يتكون من ما يسمى بالألت أزيمث ماونت بطريقة مبسطة وسهلة الاستخدام، حيث يحمل التلسكوب على قاعدة خشبية ينزلق عليها التلسكوب بالاتجاهات المختلفة للتمكين توجيهه إلى الأجرام السماوية المختلفة. للتقليل من وزن التلسكوبات ممكن استخدام ما يسمى بالترس، تقوم بالتقليل من وزن التلسكوب وتوفير صلابة إضافية لتركيب التلسكوب، حيث أن حامل التلسكوب له مقدار معين من الوزن الذي يمكن حمله وتوجيه التلسكوب، يعتمد كثيرا على وزن التلسكوب الكلي. النوع الثاني الرئيسي من التلسكوبات العاكسة هو الكاسجرين تلسكوب. وينقسم الكاسجرين تلسكوب إلى ثلاثة أنواع رئيسية. سميث كاسجرين تلسكوب، حيث يتكون من مرآتين. ممكن استخدام سميث كاسجرين تلسكوب في عمليات النظر باستخدام العدسة العينية أو باستخدام المتحسس للكاميرا لأخذ الصور. للقيام بتركيز الصورة يمكن تحريك البرايم ميرور. يتكون سميث كاسجرين تلسكوب من بارابوليك ميرور، والثانية هي هايبربوليك ميرور. كوركتر بليت، الكوركتر بليت أو الصفيحة المصححة تقوم بتقليل من عملية الحيود الكروي والحصول على صورة أفضل. نلاحظ أنه في سميث كاسجرين تلسكوب تكون الكوركتر بليت مسطحة،
النوع الثاني من الكاسجرين تلسكوب هو الماكسيتوف تلسكوب، وعادة الماكسيتوف تلسكوب هو شميت كاسجرين تلسكوب ولكن ذو قطر صغير، حيث تكون الصفيحة المصححة في مقدمة التلسكوب مقعرة. أما النوع الثالث من الكاسجرين تلسكوب وهو ما يسمى بالريتشي كريتيان كاسجرين تلسكوب، حيث تستخدم معظم هذه التلسكوبات في التصوير الفلكي فقط، وتتكون من عدستين من نوع هايبربوليك ميرور.